تتواصل الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتعمل الأجهزة الحكومية السعودية على توفير التسهيلات كافة لنحو مليوني حاج وصل معظمهم من خارج المملكة، ويستعد الحجاج لبدء مناسك الحج غدا بدخول يوم التروية قبل الوقوف بصعيد عرفة بعد غد في 9 من ذي الحجة. معنا من أمام الحرم المكي مراسلتنا آية راضي. آية، كيف هي الاستعدادات لديك من كافة القطاعات الحكومية لاستقبال هذا العدد المليوني للحجاج؟ نعم حمد، كما تشاهد خلفي في الصورة يتوافد الحجاج الآن على الحرم المكي لأداء صلاة العشاء، هذه هي الليلة الأخيرة لهم هنا في هذا المكان، بعدها سيتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية. ابتداء من اليوم بعد منتصف الليل هناك بعض الحجاج يفضلون المشي من هنا إلى منى. هناك تجهيزات طبية مكثفة أعدتها المملكة العربية السعودية في منى باعتبارها الآن مدينة متكاملة اكتملت فيها كافة الخدمات لاستقبال غدا حوالي 1,800,000 حاج سيتوجهون إلى منى كما ذكرت لقضاء يوم التروية. هناك مستشفيات فتحت أبوابها خصيصا لهذا اليوم لخدمة الحجاج وستغلق أبوابها في بعد انتهاء أيام الحج. هناك بالفعل أيضا استعدادات أمنية لنقل الحجاج من هنا إلى منى، هناك قطار المشاعر الذي سينقل الحجاج، هناك العديد من وسائل المواصلات التي خصصتها المملكة العربية السعودية خصيصا لهذه الأعداد من الحجاج. بالنسبة للخدمات الطبية الموجودة في منى، لدينا تقرير أنجزناه عن الاستعدادات الطبية الموجودة هناك، تعال لنشاهد هذا التقرير الآن. عندنا مريض عمره 75 سنة جاي بالتهاب رئوي، حرارته كانت 38. هذه الأعراض المرضية تحتاج إلى طبيب استشاري في هذه اللحظة غير متوفر، لكن هذا الإنسان الآلي هو من سيقوم بهذه المهمة. تقنية جديدة تطبق في بعض مستشفيات المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج خاصة في مستشفيات المشاعر المقدسة. لو عندنا حالة مثلا امراض اورام او لو كان عندنا مثلا امراض مخ واعصاب ونحتاج تشخيص او قرار الان عاجل في حالة المريض او في الحاج، نتصل بالاخوة الاطباء الاستشاريين في مكان ثاني ويعطونا القرار او يعطونا طريقة العلاج ومتابعة المريض. هل يوجد ألم في صدرك؟ أما هذه فهي تقنية أخرى، جهاز لترجمة لغات كل الحجاج لتسهيل المهمة على الأطباء في فهم وتشخيص شكواهم. لغة التواصل شوية بتكون صعبة، فهذا الجهاز طبعا بيسهل علينا أمور مرة كثيرة في تشخيص المريض، في مريض ضائع مثلا أو بيسأل عن قريب له أو أهله عشان نطمن المريض، برضو عشان نبلغ المريض بإيش عنده إيش، فجدا جدا مفيد. هذه المستشفى التي تقع في منى تعمل فقط لخدمة الحجاج ابتداء من يوم التروية وتغلق أبوابها بعد انتهاء فترة الحج، وما قبل ذلك تستقبل المستشفيات الأخرى القريبة من الحرم المكي والأماكن التي يقصدها الحجاج كل المرضى بما فيهم من يحتاجون لجراحات دقيقة وصعبة. مع بدء العد التنازلي لوقوف الحجاج على جبل عرفات ترتفع درجات الاستعداد والتأهب في كل المستشفيات خاصة التي تفتح أبوابها لاستقبال الحالات الطارئة في هذا التوقيت من كل عام. آية راضي، سكاي نيوز عربية، مكة المكرمة. للحديث بشكل أوسع في هذه النافذة أرحب معي هنا في الاستوديو بنائب وزير الحج والعمرة معالي الدكتور عبد الفتاح سليمان مشاط. مرحبا بك معالي الدكتور معنا في هذه النافذة هنا وفي هذه الأجواء الروحانية ومن أمام بيت الله الحرام.
نتحدث معالي الدكتور عن وزارتكم، عن وزارة الحج والعمرة. ربما أنتم الوزارة تعتبر همزة الوصل بين الحاج وبين كافة القطاعات الحكومية. طبعا في البداية أنا أقدم المباركة وتهنئة لضيوف الرحمن القادمون من أنحاء العالم لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج، واليوم أكتمل العدد ولله الحمد لجميع ضيوف الرحمن من جميع المناطق وتجمعهم في مكة المكرمة استعدادا لانتقالهم هذه الليلة وغدا إلى منى في يوم التروية. العدد الحمد لله هذه السنة يصل العدد إلى 1,843,000 تقريبا ألف حاج، مقارنة بالسنة الماضية حجاج الخارج. هذا حجاج الخارج، نعم، 1,843,000 مقارنة بالسنة الماضية اللي هو 1,758,000 حاج، تقريبا بزيادة 5% إلى 6% من أعداد الحجاج. إذا أرجع لسؤالك اللي ذكرته أنه وزارة الحج والعمرة الهمزة الوصل، نعم ولله الحمد يعني عملت وزارة الحج والعمرة أعمالها التنسيقية مع جميع القطاعات الحكومية. كما يعلم الجميع أنه من يعمل في الحج نعمل كمنظومة متكاملة في نسيج واحد وبطريقة جدا متناغمة. دور وزارة الحج إن هي جهة التي تكون متصلة مع ضيف الرحمن، من ضيوف الرحمن إن كان معتمر والحج، مباشرة مع الجهات التي تقدم لها الخدمة إن كانت الخدمة إن كانت لها جهات أمنية أو خدمية. نعم، معاليك، إذن هذا العدد اللي أعلنت عنه وزارة أو أعلنت عنه الجوازات بزيادة 5 إلى 6%، 1,800,000 تقريبا و40 ألف حاج، بالإضافة إلى قرابة 200,000 حاج من داخل المملكة العربية السعودية، إذا نتوقع العدد يتجاوز 2,000,000 حاج لهذا العام. هذا يدحض الادعاءات التي تتحدث عن أن هناك إحجام عن القدوم للمملكة العربية السعودية للحج، هناك عدم تسهيل من المملكة العربية السعودية للحجاج، هذا الإعلام المعادي للمملكة العربية السعودية الذي نشط خلال الأيام الماضية. حقيقة المملكة العربية السعودية في كل موقف تثبت على أرض الواقع بأن هي من يريد أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة فالمملكة العربية السعودية توفر جميع التسهيلات. مؤخرا وإن كانت في عوائق بعض العوائق، فنحن في حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة والقطاعات الأخرى الثانية تضع جميع القنوات اللي يمكن من يمنع من دخول المملكة لأداء الحج لتسهيل دخوله عبر المطار الملك عبد العزيز. نعم، المملكة العربية السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين لم تمنع أي حاج من القدوم للحج، ولكن في ذات أو في نفس التوقيت لن تسمح بأي حاج أن يستغل هذا الحج لأي أغراض أخرى لغير الحج. دعنا نستغل الوقت معالي الدكتور ونتحدث عن الأعمال الجديدة التي تقدمها الوزارة، وزارة الحج والعمرة في هذا الموسم. لديكم في كل عام أعمال أخرى مختلفة تقدمونها عن بقية الأعوام. طبعا وزارة الحج والعمرة تبني أعمال التشغيلية مبنية على 3 أهداف استراتيجية التي وضعت من أجل رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو استقبال المزيد من ضيوف الرحمن كهدف أول. الهدف الثاني اللي هو تسهيل وتيسير قدوم الحجاج، والهدف الثالث اللي هو إسراء تجربة الحج. وتنطلق من هذه 3 الأهداف العديد من المشاريع الجديدة والمبادرات على أرض الواقع. نحن الآن حقيقة في حج هذه السنة 1440 عندنا بعض المبادرات النوعية، بعضها نشارك فيها الجهات الأخرى الثانية مثل طريق مبادرة طريق مكة. نعم. عندنا مبادرة أخرى ثانية على أرض المنافذ مطار الملك عبد العزيز ومطار المدينة، وهو خاص بتقليص الفترة الخاصة بقضاء الحاج في البلازا في موقع الاستقبال. كنا نتحدث في السابق على عدة ساعات لاستقبال وإنهاء إجراءات الحاج. أنا لا أتكلم على طريق مكة، ولكن أتكلم على الحجاج اللي هم خارج برنامج أو مبادرة طريق مكة. الآن تقريبا العدد الفترة التي يقضيها الحاج في البلازا حتى ركوبه للحافلة وانتقاله إلى مسكنه في مكة والمدينة بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، وهذا يعتبر رقم قياسي. نعم. جدا كبير، رقم كبير مقارنة بالأعداد الكبيرة. ضمن هذه التسهيلات معالي الدكتور التي تقدم للحجاج، لدينا تقرير يتحدث عن قطار المشاعر، حيث سهل قطار المشاعر التنقل لآلاف الحجاج سنويا. نتعرف في هذا التقرير عن قطار المشاعر مع الزميل فيصل بن حريز.
يعد قطار المشاعر من أهم المشاريع التي نفذتها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. يربط هذا القطار مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة في ميناء ومزدلفة وعرفات. يمر هذا القطار عبر 9 محطات آخرها منشأة جسر الجمرات. يبلغ طول المسار الذي يسلكه هذا القطار نحو 20 كيلومتر. يصل عدد القطارات إلى 15 قطارا تضم 204 عربات مكيفة. يتسع كل قطار لنحو 3200 راكب. يقدم القطار خدمات التفويج لأكثر من 72,000 حاج في الساعة. يستوعب القطار 500,000 راكب عبر 1,000 رحلة. تبلغ سرعته ما بين 80 إلى 120 كيلومتر في الساعة. خلال موسم الحج يعمل أكثر من 20,000 موظف في القطار لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وقد خفف القطار من الزحام الشديد في المشاعر المقدسة، حيث تم الاستغناء عن 12,000 حافلة كانت تقل الحجاج بين المشاعر. إذن دكتور عودة، مرة أخرى هذا الحوار معك. من المنتظر خلال الساعات القادمة خلال هذه الليلة أن يبدأ يوم التروية، ثم يبدأ الحجاج بالذهاب إلى منى. قرابة 72 إلى 75% من الحجاج يذهبون إلى في يوم التروية إلى منى. 1.5 مليون حاج، إذا تكلمنا عن هذا 1.5 مليون حاج، كهذا الرقم كيف يتم خدمتهم، انتقالهم من هنا من المسجد الحرام من هذه المنطقة إلى مشعري منى؟ طبعا هنا يأتي التنسيق اللي هي بين الجهات الأمنية اللي هي توفر الخطط المرورية لانتقال العدد الكبير ده اللي يصل إلى 1.5 مليون زي ما ذكرت في وقت محدود جدا في أقل من 24 ساعة من منطقة إلى منطقة أخرى تانية عبر المنافذ التي تؤدي إلى مشعر ميناء. المملكة العربية السعودية وفرت أسطول ضخم كبير جدا من الحافلات، يصل عدده إلى 19,000 حافلة. تقريبا عدد الحافلات الجديدة اللي هي يعني اللي لسه موديل السنة هذه يصل العدد إلى 4800 من 19,000، فنسبة كبيرة جدا من الحافلات الجديدة المكيفة والمجهزة بجميع وسائل الراحة، بس فقط لانتقال الحجاج من مساكنهم في مكة المكرمة اللي هي يصل عددهم إلى إلى مشعر منى من خلال 4000 مسكن حول مكة المكرمة. نعم، نتحدث عن التجربة الجديدة التي تطبقونها الآن في مشعر منى، عملية الدهان أو الصبغ لبعض المشارب الخاصة بالمشاة. هذه السنة لديكم تجربة على مدى 3 كيلومتر صبغت بمادة خاصة باللون الأبيض تخفف من درجة الحرارة وأيضا تبعث برودة. صحيح، هو هذه أحد المبادرات وزارة الحج والعمرة اللي بدأتها بالتعاون مع أمانة العاصمة والتعاون من أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال، الشركات اليابانية، لدهن مجموعة من الشوارع تقريبا يصل أطوالها إلى 3 كيلومتر. هي ليس فقط تعكس الحرارة ولكن تحتفظ بالبرودة على مستوى الأرض، وبالتالي الحاج والمار من خلال المناطق هذه يحس ببرودة أفضل أكثر من ما يحس بالحرارة. تخفض قرابة 12% تقريبا درجة 12 درجة مئوية. نعم، أيضا معلك في ميناء الخيام ذات الطابقين تخفف أيضا من الزحام وتعطي طاقة استيعابية أكبر. طبعا زي ما ذكرت أنه من أحد الأهداف اللي هي استيعاب عدد أكبر من ضيوف الرحمن. هذه السنة عندنا مخيم، أحد المخيمات الجديدة النموذجية في مشعر منى، يصل عدد استيعابه إلى 27,000 حاج. تم بناؤه على أعلى مستويات، ومن ضمن المباني من ضمن المخيمات اللي هي مخيمات متعددة الأدوار والمكيفة بالكامل بتكييف فريون. أيضا نتحدث عن مشعر عرفات، هذا المشعر الذي يتجمع فيه كافة الحجاج. صحيح. في ذات التوقيت وربما درجة الحرارة العالية عملتم على تشجير مشعر عرفات، أيضا على الخيام المزودة في كافة المشعر. طبعا كما يعلم الجميع أن هذه السنة حيكون عرفات من درجات الحرارة حتكون مرتفعة، لكن فضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود حكومة المملكة العربية السعودية وفرت خيام متطورة ضد الحريق ومانعة للحرارة لنفاذ الحرارة إلى داخل المخيمات، وذات ارتفاع عالي ومكيفة بالكامل، جميع مخيمات الحجاج مكيفة بالكامل بتكييف فريون. هذا حقيقة حيضيف من
إسراء تجربة الحاج ويتفرغ الحاج لعبادة الله سبحانه وتعالى يوم عرفة. نعم، نختم عليك بثلاثين ثانية عن المتطوعين الذين يعملوا ديكم، تجاوز عددهم 3000 متطوع. طبعا من تم تسجيله في منصة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية أكثر من 5000، لكن من تم الاتفاق معه للقدوم إلى مكة قرابة 3000 متطوع يعملون تحت مظلة كن عونا في جميع التخصصات وليس تخصصات محددة، يبدأ من المتخصص الطبيب والأستاذ الجامعي. نعم، حتى الطالب. نعم، شكرا لك معالي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وكيل وزارة الحج والعمرة، كنت ضيفا معنا لهذه النافذة. شكرا لك. إذن بهذه النافذة نكون قد انتهينا من برنامج المساء، نلتقيكم على خير.